أنا جالس ألعب دور واحد اسمه فهد. فهد هو محب للفنون، مو بريء مرة. فهد مو بريء يعني، وهذا شيء يفرق فرق كبير عن ريان مثلا من ولدنا وسعد في سطار. يعني فهد هو طيب وعنده سبب طيب، بس إن الأشياء اللي يسويها عشان يوصل لمبتغاه شوي يتخلى عن مبادئه شوي، وهو يحاول يوصل للشيء اللي يبغاه. إن شاء الله إن إحنا السنة هذه نقدم شيء مختلف، يا رب إن شاء الله إنه يليق ظن الناس، يعني يا رب إن شاء الله إنه يليق بالمجتمع العظيم والناس الحلوة إن شاء الله اللي بتتابع. نواف في بداية العمل حنشوف إنه هو زعيمهم وكبيرهم، وهو هذول الناس هم مع عائلته، هذول النصابين هم مع عائلته. نواف ما بينهم هو مرات يكون ليدر مرات يكون سب، مرات يكون ليدر مرات يكون سب، هم الاثنين هو والحجاج يعني الذي يعلمهم السحر، هذول هم اثنينهم. فلازم نعرف كويس أهمية نواف ومحور نواف ما بينه وما بين الطاقم اللي موجود كمان. أكيد مسلسل الخطة باء يجمع إلى جانب إبراهيم الحجاج وإبراهيم خير الله مجموعة من النجوم السعوديين، بعضهم يخوض تجربة الكوميديا للمرة الأولى، ومنهم ميل الزهراني، فوز عبد الله، في فؤاد، زياد العمري، حكيم جمعة، وهو من تأليف ورشة كتابة وإخراج منير الزعبي. شخصية ألي شخصية ثرية، شخصية من الطبقة الغنية، بس فجأة خسرت كل شيء. يعني جت نصبة كذا من أحد الأقارب وأخذ حلالهم كله بعد وفاة أبوها طبعاً. فطول القصة هي قاعدة تحارب تحاول أنها ترجع هذا الورث وهذا الحلال. هي يمكن الشخصية اللي الأهدى في المجموعة، بتكتشفها بعض اللحظات كذا، تطلع من نفسها تروح في حتت أخرى بعيدة تماماً عن أريج، ولكن الأهداف دائماً يكون عندها هدف وعندها قضيتها الشائكة اللي قاعدة تتعامل معها وتبغى تحلها بأي طريقة، بقالب كوميدي. يعني كله تحت قالب كوميدي، قالب فكاهي، يعني طالعين أبداً من جو القضايا الدرامية. فرقة مسرحية فشلوا بالمسرح، انضحك عليهم كتير، فحبوا يعملوا بس هيك يعني، بس هي لعبة صغيرة على منتج مشان رجعوا حقهم منه. فلما رجع الحق هذا حسوا انه ها طب احنا رجعنا حق، طب ليش ما احنا نساعد الناس باسترجاع حقوقهم من اللي نصبوا عليهم. فمن هالمنطلق احنا المنطلق يعني، وبالعكس هم عم بيعملوا عمل خيري. يعني احنا ما في يعني هنا عصابة روبن هود، نص مكتوب بشكل جميل حلو سلس مرن، يعني خفيف هيك برمضان، يعني أجواء رمضانية بحتة يعني، يعني ما في العصابة والإجراء، لا لا لا، هو بإطار كوميدي لطيف خفيف بقدرات ممثلين شباب. يعني أنا أول تجربة لي مع هالمجموعة الحلوة، إبراهيم خير الله، ميلا الزهراني، فوز عبد الله، زياد العمري، حكيم جمعة، يعني في مجموعة حلوة، في فؤاد، هاي المجموعة جميلة. يعني أنا إبراهيم حجاج يمكن الوحيد اللي كان معي من أولاده، والباقي كلهم وجوه جديدة شبابية. فأنا عم بتفاجأ أمانة بالقدرات الشبابية الموجودة في المملكة العربية السعودية.